تحية لإلك جوزيفين، لإلك ولكل المشاهدين وأيضا لضيفك. يعني دعما لأهالي غزة وتأييدا لمطلب وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، لبى لبنان الدعوة للإضراب العالمي، فكل المؤسسات العامة والإدارات وأيضا البلديات التزمت بالإضراب وأقفلت أبوابها صباح اليوم. أيضا جمعية المصارف وأيضا نقابة المهندسين والمدارس والجامعات أقفلت أبوابها، ولكن نقابة الصيادلة فقط ستلتزم بالإضراب لمدة ساعة واحدة، أي من الساعة 12 حتى الساعة 1. إذن أيضا لنصل إلى المرافق، أيضا التزمت بالإضراب بطلب من وزير الأشغال علي حمية، فكل المرافق توقفت عن الأعمال. نحن موجودين بالتحديد بمرفأ بيروت، وبعد قليل وبعدسة الزميل هادي قيس سوف نستمع للصفارات الإنذار التي ستطلق من السفن، بالتحديد الراسية في المرفأ ستطلق صفاراتها حزنا على الشهداء وأيضا دعما لأهالي غزة ولأهالي الجنوب. جوزيفين، إلى جانب معالي الوزير علي حمية الذي قام بهذه المبادرة، تحية لك معاليك. أول شيء يسعد صباحك وصباح المشاهدين الكرام. معاليك، اليوم لبنان هو أول من تضامن مع أهالي غزة ومع المقاومة، وهو أول من التزم بالإضراب، شو أهمية هذا الإضراب اليوم؟ أول شيء لبنان هو بلد مقاوم منذ التاريخ وما يزال. طبعا بطبيعة الحال رئاسة الحكومة اللبنانية أصدرت بيان امبارح تضامنا مع فلسطين، تضامنا مع غزة، وتضامنا مع أهلنا بالقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، الدعوة إلى الإقفال الشامل في الدولة اللبنانية. وبالتالي بناء على وزارة الأشغال وما لها من صلاحيات على مرافقها البحرية، بناء على قرار الحكومة اللبنانية أصدرنا قرار بإقفال كل المرافق البحرية اللبنانية على طول الشاطئ اللبناني 220 كيلومتر. هلأ بطبيعة الحال نحن ليس بلدنا لبنان منه بلد فقط أنه التضامن، نحن بلد بصلب المعادلة الدولية، بصلب الذي يحصل في غزة، وبالتالي هذا الموضوع هو جزء من كل اللي عم تعمل الحكومة اللبنانية، اللي عم يعمل الشعب اللبناني، اللي عم يعمل الجيش اللبناني. بالتالي نحن موجودين وإن شاء الله يعني الأمور بهذا البلد، حتى لو عطلنا للبعض 6-7 ساعات باليوم مش هتقوم لأيام يعني. بس قامت الأيام بعد من الفئة يعني المواطنين قالوا إنه نحن شو خصنا بغزة، ليه لبنان بده يضرب؟ يعني في اعتراض كان من قبل بعض المواطنين، خلينا نقول بالنتيجة نحن إنسان ولا مش إنسان؟ يعني أنا بتدفى وبتعشى وباكل وبشرب، والشعب الفلسطيني نايم بالعراء ولا أكل ولا مأوى ولا مشرب، إنه الحياة بدها تمشي عادي، والشعب الفلسطيني تسفك دماؤه كل يوم وكل لحظة. طب هذا مش منطق، حتى لو سكت العالم كله لبنان ما حيسكت، ولبنان بتاريخه بتربيته بثقافته هو بلد مقاوم وبلد بيكره الظلم. حرب غزة قد بينت الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير؟ بالنتيجة اللي لاحظتي الشعوب الغربية كلها أضربت وكلها عبرت عن تضامنها، يعني ما فينا نظلم الجزء الأكبر منه. هلا موضوع بعض الحكومات هذا موضوع بالسياسة، لكن ما فينا نقول في فجوة، الإنسان هو إنسان. في خلل بالنظام العالمي؟ بقى من زمان. هيدي من زمان. بالنتيجة لكي وقت الأول ما ضربوا مستشفى المعمدان، مستشفى المعمدان، أين الإنسانية؟ ليش بقوا مستشفى؟ ليش بقوا مستوصف؟ ليش بقوا جامع؟ ليش بقوا كنيسة؟ ليش بقوا مدرسة؟ ما بقوا شيء. ليش بقوا مدنة؟ طيب المعيار الدولي على شو مبني؟ المعايير الدولية على شو مبنية؟ مبنية على احترام حقوق المدنيين. طيب من يقتل اليوم؟ المدني، الأطفال. بدي أقعد أتفرج عليهم؟ بدي أستكتر فيهم يوم؟ أخذت قرار الحكومة اللبنانية؟ لا مش حاستكتر فيهم. إذا لاحظت امبارح كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان وسط المجازر اللي عم ترتكبها العدوان الإسرائيلي بحق أهالي غزة، في حقوق إنسان يعني في ولا هي حبر على ورق فقط؟ لك كل بلد يعرف مصلحته ويقوي حاله وما يراهن على أحد ويحافظ على العلاقات مع الجميع ضمن سقف سيادته على بلده وعلى قراره وما يراهن على أي بلد بالعالم. لاحظنا أنه ابنك مرافقك اليوم بهذا اليوم الإضراب عم بيستغل يعني العطلة وإجا يرافقك، حابين هيك ناخذ منه كلمة صغيرة. اليوم أول مرة بطل عبر شاشتنا، خبرنا اليوم ليه حبيت ترافق بيك، وكمان عم نستمع هلا لصوت صفارات الإنذار.